كل التحايا لكم مشاهدينا في كل مكان، ويتواصل هذا المد الصباحي على شواطئ مختلفة، وسعداء أن نلتقي على شواطئ الحرف في حضرة الشعر وفي حضرة الشاعرة رويدة إبراهيم. مرحبا بك وصباح الخير. أهلا، مرحبا بك تيسير، يديك العافية. مرحبا بك وسعداء بحضورك اليوم على شواطئ الصباح وحديث مختلف عن الحرف، ولكن خلينا بداية نبدأ بنص. صباح الخير أولا عليك وعلى كل المشاهدين. طيب، يا فرحة القلب التي لم تكتمل، يا فرحة القلب التي لم تكتمل، لا زال في الأيام شيء من أمل رغم العوائق والمخاوف والوجل، لا زالت الأحلام ترقص في خجل ما بين أنقاض الهزائم شامخا عطرا يفيق النصر في أبهى الحلل، وأنا هنا وأنا هنا ما بين هذا الوهم والأحلام أبقى أرتحل، وأرى هنالك في عيون الصمت حزنا لا يمل، ضع عنك هذا الحمل واهدأ يا رجل، ضع عنك هذا الحمل واهدأ يا رجل، ما في البقية من بقايا العمر عمرا لم يزل يبقى، ينازلك الفراق ويشتهيك الظل تنفيك المقل، يا أيها الرجل العنيد أما تمل، أولم تمل الآن من هذا الملل، أولم تمل الصمت والأشواق والعشق الخجل، قل لي بربك يا رجل، قل لي بربك يا رجل، لا زالت الأحلام والأفراح تسلب من يدي والعمر يمضي في عجل، وأنا هنا وأنا هنا رجلاي عالقتان في هذا الوحل، لا زلت أنت وها أنا ظل تراقص في المدى سهوا تناقص وارتحل. يا سلام، تحية لك يا رويدة، وبالتأكيد نحن في حديثنا عن البدايات في الحرف نتحدث عن مكونات الحرف ومغذيات الحرف وغيرها، بالتأكيد مجموعة من المشاهدات، مجموعة من القراءات وغيرها كونت حرف رويدة، خلينا نبدأ بها. لا شك أنه أي شاعر أو أي زول ناشط في المجال الأدبي بالتحديد بتكون البيئة هي مؤثر الأول والأساسي في ذاكرته، أو في خلينا نقول في شخصيته، في تركيب تكوين شخصيته. فالبيئة هي المؤثر الأول بالنسبة لي، بالإضافة لبعض القراءات الأدبية والشعراء اللي كانوا بيشكلوا جزء كبير من وجدان يمكن الأدب العربي عموما، منهم أحمد مطر، ممكن نقول محمود درويش، نزار قباني، روض الحاج، محي الدين الفاتح، وأسماء كثيرة كان لها تأثير كبير في حياتي، أو باعتباري كنت زولة متلقية يعني. صحيح، ويمكن يعني كثير من الأدباء والشعراء أحيانا يتحدثوا عن مكونات الحرف، فإنها هي ما على القراءات فقط، وحتى القراءات قد ما تبقى الأدبية فقط، فرويدة عندها جوانب مختلفة. أنا أتحدث عن رويدة القانونية، فخلينا برضو نتحدث دائما بالتأكيد يعني بوجهك السؤال بأنه القانون بكل هذه الصعوبة وبكل هذه التحديات وغيرها كيف يمكن أن يجتمع مع رقة الحرف وغيره، يعني بالتأكيد واجهت هذه الأسئلة. والله أنا ما شايفة أنه في اختلاف كبير بين 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 الشعر وبين القانون، كلاهما يعني مكمل لبعض. بالنسبة لي أنا هم عاملين زي ميزانين العدالة، فالشعر هو بيمثل الجانب الإنساني، والقانون هو بيمثل الجانب العدلي أو وأيضا إنساني يعني. الإنساني برضو في جانب منه إنساني بحت طبعا، لأنه روح القانون هي الأهم في القانون ذاته، روح العدالة حقيقة. ودائما نحن بنتحدث عن أنه الشعر والكتابة الأدبية عموما ما بتوازي أي طريق أكاديمي، وكل هذه الطرق بتتقاطع عند نقاط الموهبة يعني. فخلينا نسمع نص ثاني قبل ما نواصل الحوار. وأنا على فوضى المسافة، دقيقة نص اختفى طبعا معلش التلفون طبعا تحتاج زمن. طيب
معلش. رويده يعني ما تلقى لا لا القصيده. نحن بنقول في جوانب مختلفه دائما انه الشعر عنده يعني انواع مختلفه للتحديات اللي بتواجهك، للتساؤلات المفتوحه وغيرها. فخلينا مباشره نتكلم عن المباشره والرمزيه، او خلينا ما نقول الرمزيه لانها هي ما ضد يعني المباشره، لكن المباشره وغير المباشره. كثير من النساء دائما متهمين كده بانهم هم بيلجؤوا لغير المباشره في الشعر باعتبار انه شغل من التخفي كده او وقوف وراء الاقنعه. خلينا برضو نسمع اراء يعني. والله هو ما نوع من التخفي، لكن انا بعتبر انه هي شخصيه المراه دائما ما بتحب انها تتكلم بشكل واضح، او عندها مشكله دائما في التعبير عن حاجاتها بشكل المجتمع اللي ممكن ما يتقبلها، ممكن او التركيبه بتاعت المراه في المجتمع بتاعنا بالذات هو اللي كان بيبني فيها الحاجه دي بشكل كبير. فدي انا بعتبرها جزئيه كبيره من شخصيه المراه في حد نفسها. صح. وغير المباشره والرمزيه ذاتها جميله يعني، جميلة حتى كضرب جداً. ادبي انا شخصيا يعني. اميل للرمزيه طبعا، لكن المكون المتلقي ذاته او الجمهور بتاعك هو مرات بيفرض عليك انك انت تتجهي لمسالك ثانيه او مسالك مختلفه في الشعر، فما ممكن انت تتبني نوعيه واحده اذا كانت رمزيه او اذا كانت مباشره. ففي اوقات انت بتلقي انه في قضايا بتخدم المباشره بشكل اكبر من الرمزيه، وفي اوقات ثانيه بتلقي انه الرمزيه هي بتخدم شعرتك اكثر. هنرجع لحديث الجمهور ده بعد ما نسمع النص. واني تحبك كل حواسي برائحة العشب قبل الصباح كعطر الشتاء، وإني تحبك كل حواسي برائحة العشب قبل الصباح كعطر الشتاء، ويبقى يؤرق نبض احتمال المسافة ما بين أطلالك الموسمية، يوقد في الحزن نجم بعيد وبعض الضياء، وإني تحبك في الأماكن وجه المدائن خطو الطريق بهذا المساء، يا سيد الحلم والاشتهاء ينساب هذا الحنين بصدري بثقب تسرب آخر روحي، أيا هذه اللعنة الأزلية حد الشقاء، وإني لم أتعمد حنانا يطل بعيني حين أراك تجول وحيدا أحايين شتى بأرض فضاء، ولا كانت السحب في جذب عمري مؤامرة يا صديقي تسوق هطولك نحو السماء، وما كنت أقصد حين أراك بأن تنبت الأغنيات بصدري فينفلت العشق من شفتي وبعض الغناء، وخلف جدار قديم بعقلي هنالك أغنية غابرة لبعض الأطيفال يشدون لحنا كمزمار داود حين انتشاء يدسون في النهر سرا غريبا، بعينيك يبدو بهذا الجلاء ورثت من النيل سرا قديما تجسد في هالة الطين نقشا فعدت إلى الأرض نيلا وماء. دي مباشرة. طيب خلينا، كنا بنتحدث عن الجمهور واختيارات الجمهور. دائما بيتكلم هل الشاعر بيضع الجمهور بينه والورقة، يعني الشاعر ما يكتب ما يطلب الجمهور أو ما يجيش في خواطره كيف ما جاء يعني؟ لا، في اللحظة بتاعت الكتابة تحديدا كل الحاجات دي ما بتكون في 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 في, في خيال في خيال الشاعر أو في يعني في تركيزه، لا هو بيكون بينه وبين في فكرة هو عايز ينزلها في الورق حاليا، فما بيكون كل الافكار دي بتجي لاحقا زي التصحيح. عندها اساتذه انت بقول لك حتى التصحيح العروض اذا كان فيه اخطاء، لا انت ادي النص حقه في اللحظه بتاعت الكتابه او بتاعت التداعي دي، اديه حقها كامل، شعورك كله نزله بعد ذاك في تفاصيل ثانيه بتجي ورا، لكن في اللحظه بتاعت الكتابه الشاعر بيكون بس في فكره معينه هي اللي عايزه تطلع في الوقت. هي المسيطره اكثر، هي المسيطرة من انه الجمهور عايز شنو. فكنا بنتكلم برضو عن كتابات الانثى، ويمكن ده جدلية كبيرة في حديثنا هل الحرف يجنس؟ يعني دائما الناس تتحدث عن تجنيس الحرف الأنثوي والكتابات الأنثوية وغيرها. فبرضو نسمع منك اليوم غير موضوع رويدة نتكلم عنها، نتكلم عن آراء. فرأيك في إنه يعني تجنيس الحرف؟ أنا شخصيا ضد تجنيس الحرف.
الأدب لا يجنس، أنا بتعامل مع الأدب كأدب سواء كان كاتب أنثى أو ذكر، لكن ممكن الموضوع ده يكون في النقطة بتاعت الرؤية للنص أو للكتابة في اللحظة بتاعت الكتابة. يعني إذا كنا نحن الإناث بشكل كبير نحن بنهتم بالتفاصيل، يعني نحن عندنا الهوس بتاع التفاصيل، عندنا ممكن برضو الميول للعاطفة بشكل كبير، ممكن دي تكون مؤثرة في كتاباتنا بشكل ما، لكن أنا عموما ضد تجنيس الأدب بشكل عام. صح، أنا نواصل حديثنا في الموضوع ذاته، لكن بعد ما نسمع منك قصيدة ثالثة. قد كان مثل العابرين بخاطري رجل بسيط مثل آلاف الرجال. قد كان مثل العابرين بخاطري رجل بسيط مثل آلاف الرجال، ما كانتا عينيه من وحي الخرافات القديمة جذوة من سحر بابل أو أحاج من خيال. ما كاد يخترق الطبيعة وصفه أو كان ضربا من محال. لكن هذا الحب أسخف مزحة فتقلب الأشياء في أحشائنا، تقتات من دمنا لتكسبها الكمال. قد كان حلما أو مجرد خاطرة عبرت ببالي منذ أزمان طوال. لكن هذا الحب أسخف مزحة فتقلب الأشياء في أحشائنا، تقتات من دمنا لتكسبها الكمال. قد كان عاديا ولكني أراه في عيون الحب أرضا للجمال. قد كان في عيني ألف قصيدة، عيناه مرتع دهشتي وصبا الأماني، في فم الأيام تبسم مرة وبألف مسقبة تنام بصدرنا كي توقظ الأوجاع، ألسنة السؤال حين تغزل جدتي بعض الحكايا تحت ظل الحلم، نجلس عابرين بذهننا مدن الظلال. قد كان مثل دمى تعانق وحدتي وأنا أهدهدها بأغنية تردد في سمائي، محض أنغام تغازل هالة الضوء التي تتسرب الآن، محض احتمال من بصيص محبة. يا صديقي لا تكن نحوي بخيلا بالجمال، أنا لست طامعة بأي مكاسب من أرضك الجرداء يا هذا، ولست مطالبا عندي بأي قصيدة أو محض وعد لا يساوي بضع كلمات تقال. لن أستبيح مساحة للحب في إحدى الزوايا الباهتة في نزوة الأحلام أو غرف الخيال، إني أطالب أن أمارس بعض حق الأنثوي من المحبة والعطاء بلا مقابلة. إنني أحتاج هذا الحب كي أحيا ببعض الحب بعض البعض من بعض الفتات. أيا حبيب الوقت امنحني المجال، هذا المجال طريق أجنحة تكسر في طريق الضوء، تنسج هالة للحب من وجه قديم من حبيب أو صديق. حين تختلط المداخن بالظلال يتصاعد الدخان يرسم ضوء هذه الشمس وهلة قصة تحكي وجوه العابرين بعمرنا زيفا يلف سحابة الحلم المضمخ بالمحال. يا ويح قلبي من مغبات السؤال، يا لهف قلبي من وجوه الاحتمال. يا سلام. ويرويدة، بالتأكيد يعني تحدثت في هذا الجانب ومن حولك تحدث في أنه رويدة شخصيتها وحديثها وسعيها في الحياة، رويدة المرحة والمحبوبة وكذا، مختلفة عن كتابات رويدة فيها كثير من الحزن وكثير من الشجن وغيره. والله دي في دائما جوا أي زول فينا جانب ممكن يكون ما في زول ممكن يكون عارفه، أو زي ما بقول لك دائما للقمر وجهه يعني معتم، فكل منا الحزن ده موجود في داخل أي زول فينا، ما خيار هو يعني. بتفاصيل دائما بتكون عالقه في الذاكره، ومهم انه دائما الانسان يجد طريق للتعبير عن الموجود من الحزن والشجن وغيره. فخلينا من مساحات التعبير المكانيه المنتديات، فخلينا برضه اتكلم في الجانب ده، لاي مدى حضور رويده في المنتديات واستطاع انه يصقل التجربه وحرف رويده ويجعلها ايضا موجوده في مساحات ادبيه مختلفه. حقيقة المنتديات أثرت في شخصيتي الشعرية وفي تكوين شخصيتي الشعرية جدا،
لأنه شخصية رويدة جات قبل ما تحضر منتديات أو قبل ما تجي منتديات. وشخصية رويدة الآن بتختلف اختلاف كبير جدا من جانب معرفي بالشعر، من جانب أدوات الشعر، من جانب التجارب اللي ممكن أكون عايشتها أو كنت قريبة منها حوالينا الأصدقاء أو أو أو. فدي كلها زي ما بيقولوا لنا أساتذتنا دائما إنه الشعر صحبة، فدائما أنت كل ما كان عندك أصدقاء شعراء وتداولتوا شعركم زي ما بيقولوا استقيتوا من بعض فبتستفيدوا من تجارب بعض يعني. صح، ودي مساحة نحيي كل الأصدقاء الشعراء بالتأكيد. فخلينا نختم بقصيدة أخيرة. وهتفت وهتفت يا مولاي عد ارجع إلي فإنني ما عدت أحتمل الغياب. وهتفت يا مولاي عد ارجع إلي فإنني ما عدت أحتمل الغياب. والصبر في مل من طول العذاب، والقلب يصرخ للحبيب ولا ردود ولا جواب. فأنا دفقت مياه عشقي في بحيرات السراب، فأنا دفقت مياه عشقي في بحيرات السراب. وأنا أراك بناظري عند الحضور وفي الغياب. وأنا هجرت عوالم الأفراح التمس اللجوء إلى أراضيك الخراب. قد ضاع من عمري كثير من أهازيج الصبا زهو الشباب. وأنا هجرت عوالم الأفراح التمس اللجوء إلى أراضيك الخراب. قد ضاع من عمري كثير من أهازيج الصبا زهو الشباب. قد ضاع من عمري كثير من أهازيج الصبا زهو الشباب. حلمي تيتم قبل مولده ما عاد يدري هل يولول أم يردد في أغانيه العذاب. وأعود أنظر خلف نافذتي أحدق في اشتياق راجيا وهم الإياب. ويعود صوت القلب يهتف خائفا متهدجا سيعود حتما عن قريب. ويعود صوت العقل يصرخ صائحا صح أيها المجنون وعقل إن من ترجوه غادر للبعيد. ما عاد يذكرنا الحبيب، ما عاد يذكر أي شيء من هوانا عن هوانا من بعيد أو قريب. فالحب يا هذا مجرد لعبة للأذكياء فقط ولست يا هذا لبيب. شكرا رويدة، تحية لك ولحرفك، وشكرا لحضورك على شواطئ الصباح لليوم. سعدت بهذه الرفقة، شكرا جزيلا. أنا أسعد، تسلمي.